إذن عن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين بالتزامن مع حديث عن مفاوضات من المنتظر أن تبدأ منتصف الشهر الحالي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود حياكم الله، السلام عليكم. يعني مع دخول اليوم 13 بعد 300 للحرب على غزة، ولكن نلاحظ أن جيش الاحتلال لا يزال يرتكب مجازر ضد المدنيين في غزة، ولكن السؤال المطروح دكتور، بماذا تفسر زيادة وتيرة هذه المجازر والتي تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى، ونحن على مبعدة ربما ساعات قليلة من جولة جديدة للمفاوضات ومن شأنها ربما أن تحل الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. المتابع للشأن الإسرائيلي والمتابع لتصرفات قادة هذا الكيان الغاصب المجرم يرى رأي العين ويعلم أن العدو الصهيوني لا ينوي إطلاقا إنهاء هذه الحرب بالطريقة المعهودة. يعني واضح أن هذه الحرب تجاوزت كل الأرقام القياسية لكل المعارك السابقة، والعدو الصهيوني لم يستطع أن يحقق الأهداف الثلاثة الاستراتيجية التي أعلنها في بداية هذه المعركة، فواضح أنه يسير في جعل قطاع غزة أرض غير قابلة للحياة وبيئة إطلاقا غير قابلة لحياة البشر. فقد قام بتدميرها تدميرا ممنهجا، بدءا بالشمال ثم الوسط وأخيرا في منطقة رفح، وهو الآن يضرب ضربة عشواء ليس لديه هدف إلا قتل أكبر عدد من المدنيين وتحضير الفلسطينيين فيما يظن أنه لو أتيح لهم الخروج من قطاع غزة سيخرجون، وصمود هذا الشعب الأسطوري أنا أظنه كرامة ربانية، وثبات الشعب الفلسطيني في أرضه أيضا كرامة، لكن هذا الثبات ينبغي أن يكون له سند من خلفه يحميه، وهذا السند للأسف أنه غير موجود، طبعا غير المقاومة الفلسطينية، وأقصد بالسند كما أن الكيان الصهيوني ساندته كل القوى الغربية والقوى الأمريكية، كان ينبغي للأنظمة العربية والإسلامية أن تساند المقاومة الفلسطينية وأن تساند الشعب الفلسطيني الصابر والصامد في أرضه فلسطين. دكتور محمود، بالتزامن مع هذه المجازر التي تلحق الضرر بالمدنيين خاصة من الأطفال والنساء، تشهد باحات الأقصى عمليات اقتحام من قطعان المستوطنين اليهود، توصف هذه الأعمال بالتاريخية. هل هناك علاقة بين هذه الاقتحامات وبين جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ بعد ساعات قليلة؟ أن يكون هناك علاقة مباشرة ما بين المفاوضات والاقتحامات أنا لا أظن ذلك إطلاقا، لكن قطعا يوجد علاقة وثيقة بين زيادة وتيرة الاقتحامات وما بين انشغال الدنيا وانشغال الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي بما يحدث في داخل قطاع غزة. وإذا أردت أن أستذكر بعض الأرقام فنقول أن أكبر عدد من المقتحمين دخل المسجد الأقصى كان في عام 2020 1970، يعني قريب من 2000 مقتحم، بينما في هذا العام استطاع الصهاينة والصهيونية الدينية ومنظمات الهيكل أن ترفع هذا الرقم حتى قارب 3000، 2956 مقتحم دخل يوم أمس، حتى أنه كان ثلاث مجموعات يكونوا في داخل المسجد الأقصى في وقت واحد، وكل مجموعة تقترب من 200 شخص، يعني كان عدد المقتحمين في داخل المسجد الأقصى مبارك أكبر من عدد حراس المسجد الأقصى والسدنة والخدام والمؤذنين وموظفي الأوقاف، بل وحتى والمصلين القلة القليلة التي نجحت في التواجد في المسجد الأقصى المبارك، وهذا حدث تاريخي أولا. ثانيا، استطاع الإتمار بن غفير أن يصرح من داخل المسجد الأقصى المبارك وأن ينظم عملية سجود ملحمي جماعي على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، كأنه يقول للدنيا أننا بتنا ننفذ عمليات تأسيس المعبد اليهودي معنويا، وهم يعني حين يقولون يريدون تأسيس معبدهم هذا يعني أنهم يريدون هدم مسجدنا الأقصى المبارك، وهذا يضيء إضاءات حمراء خطيرة جدا لكل محب ومتابع للشأن المقدسي والمسجد الأقصى المبارك. دكتور محمود، هل هناك من رسالة يريدها نتنياهو وحكومته
من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من الشرطة، خاصة أن العناصر التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى هي جماعات يهودية تنتهج العنف، على سبيل المثال الحصر، مثل جماعة شباب الجبل وجماعة خراب الهيكل؟ يعني بشكل خاص يمكن أن نقول أن نتنياهو بنفسه بعيد كل البعد عن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ولا يشجع اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لأنه ملحد أصلا. نتنياهو رجل ملحد، بينما الصهيونية الدينية التي تدعم نتنياهو على رأسها وزير المالية بسئيل سموتريتش، وعلى رأسها إتمار بن غفير أيضا وزير الأمن الداخلي، الذي سبق له أن اقتحم المسجد الأقصى المبارك 5 مرات وأصبحت 6 مرات يوم أمس، يعني هو يوم أمس كان من بين المقتحمين، بل وأشرف شخصيا الوزير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أشرف بنفسه على عمليات السجود الملحمي المتكررة بشكل جماعي في الساحة الشرقية، بل شارك المقتحمين بنشيد شعب إسرائيل حي، شعب إسرائيل حي، على اعتبار أنهم يحتلون القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأنهم يعملون جهدهم في تهويد صورة المسجد الأقصى المبارك وتحويله من مسجد إسلامي خالص إلى معبد يهودي خالص لهم. ويعني لا يعرف الحقيقة من يظن أن اليهود يريدون أن يقتسموا المسجد الأقصى مع المسلمين زمانيا أو مكانيا، فهذه مرحلة مؤقتة. أما ما يخطط له اليهود فهم يعني يخططون لاستباحة المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه بشكل كامل، وكل حديث يعني مأفون يتحدث عن إقامة الهيكل الثالث، وطبعا لم يكن له يوما وجود، لا الهيكل الأول ولا الهيكل الثاني، لكن أي حديث عن بناء الهيكل هذا يعني ضمنا هدم المسجد الأقصى المبارك ومنع المسلمين من الوصول إلى ثالث أقدس بقعة لدى المسلمين ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. دكتور محمود، فيما يخص تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال، جرائم الاحتلال هذه لا ينقصها صورة الأسرى المحررين وما تركه تعذيب سجانيهم من آثار على أجسادهم. كيف يمكن أن نصف عمليات التعذيب هذه والتي يصفه الأسرى القدامى بأنها غير مسبوقة في هذا الوقت؟ صحيح، بشكل عام معاملة الأسرى لدى الصهاينة هي تمثل كل جرائم الحرب التي يعرفها البشرية ضد الأسرى، وهنالك تقارير حقيقة نشرتها مؤسسات دولية مرعبة والله، غير شهادات أبنائنا الذين أفرج عنهم، وغير عملية اغتصاب الأسرى بالأدوات وتحويلهم إلى المستشفيات، الأمر خطير جدا ما يحدث في المعتقلات الآنية التي يعني وضعت في هذه الحرب فقط، هو عملية قتل وتصفية لكل هؤلاء الأسرى، ناهيك عن إذلالهم ومحاولة النيل من كرامتهم أو محاولة تجنيدهم في العمالة لدى هذا العدو الصهيوني. والعدو الصهيوني كل ما يمارسه ضد أسرانا يتهمنا أننا نمارسه ضد أسراه في قطاع غزة، والعالم كل العالم الآن يقدم الرواية الإسرائيلية حين يصف أسرانا بأسرى على اعتبار أنهم أسرى حرب، ويصف أسرى اليهود بالمختطفين كأنه تم اختطافهم والله وهم يعني في دولة أخرى، وهم ليسوا قادمين لاحتلال أرضنا ولقتل أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، ويستخدم لفظة الأسير على الأسير الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين هم 90% منهم مختطفين تم اختطافهم إما من قطاع غزة أو من الضفة الغربية دون أي جريمة، ولا يحاكمون وتحت بند الاعتقال الإداري الذي ينبغي أن ينتهي في خلال 3 أيام أو 4 أيام، ثم يتم تمديده 6 أشهر ظلما وعدوانا، ثم بتمديده 6 أشهر يصبح مفتوح المدة ولا يتابع أحد أين الأسير الذي انتهت مدة أسره الإدارية وينبغي إخراجه، إلا إذا تم التذكر لبعضهم. ولذلك نسمع كل فترة عن إخراج عدد من هؤلاء الأسرى الذين رووا هذه الفظائع التي يشاهدها الأسير الفلسطيني في المعتقل. دكتور، كما تعرفون يعني التعذيب ترك ويترك إعاقات جسدية ونفسية للأسرى حتى بعد إطلاق سراحهم، ولكن لو فتحنا نافذة الأسباب، ما هو سبب وهدف التعذيب الوحشي للأسرى؟ يعني ليس للتعذيب الوحشي للأسرى إلا هدف واحد،
وهو كسر الإرادة وإذلال هؤلاء الأسرى. وإلا كل أسير يقبل العمالة مع العدو الصهيوني يتم إكرامه ونقله إلى يعني مهاجع مختلفة تماما عن الأسرى الصابدين الصامدين الصابرين الذين يعني يواجهون المحتل. ولمن لا يعرف من الإخوة المشاهدين، شهدت السجون الإسرائيلية أكثر من مرة محاولة طعن أو قتل أو محاولة ضرب السجانين الذين يحاولون دائما إذلال الأسرى الفلسطينيين. بشكل عام العدو الصهيوني لم يكن يعني ينفذ هذا الإذلال الممنهج للأسرى ومنع الطعام ومنع الأدوية في السنوات السابقة، ولكن بعد 7 أكتوبر وبعد تغير الصورة العامة لإسرائيل وفضح كل الجرائم الإسرائيلية أصبح كأنه مفضوح فلم يعد يهمه شيء، فيعني أطال الحبل تماما لجنوده، وحتى أصبح الجنود هم الذين يوثقون عمليات اغتصاب الأسرى بالأدوات أو محاولة تعذيبهم أو تجويعهم أو إذلالهم. يعني كل الشهادات التي خرجت كوم، وأما ما يصدر عن الجنود الذين أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب يوثقون عملية الضرب والإذلال والتعذيب ثم ينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي أو يرسلونها إلى بعض أحبابهم وأصدقائهم أنني فعلت اليوم هكذا، كأنه يتفاخر علما أن كل جنود الدنيا وكل شرطة الدنيا يحرص أن لا يوثق على نفسه شيء، ولكن اليهود يعتبرون هذا إنجازا كبيرا لهم. بل رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات الفضائية كانوا بعض الجنود حين يلغم البيت ويريد أن يفجره يهديه إلى حبيبته أو إلى عشيقته أو إلى أحد أفراد أسرته، وهذه بحد ذاتها جرائم حرب يندى لها جبين البشرية. عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لكم.